عزيز المشاهد، قبل ما تبدأ هذا الفيديو وقبل ما قبل إيش ما في عشان تشغل النور، لابد عزيز المشاهد إنك تبتسم أيها الجميل. فا 3-2-1 الحين. اهلا وسهلا بكم جميعا اعزائي المشاهدين الرهيبين. اليوم باذن الله، اوكي بعيدنا عن القطعه، مقطع اليوم الوطني المفروض ينزل ما نزل يعني اسف. اليوم راح نشوف فيديوهات عشوائيه من احد الاشخاص اللي انا اعرفه شخصيا، قرر انه يرسل لي يعني ريلات مقاطع انه اغاني وزي كذا، فقال لي سوي مقطع سوي رده فعلك عنه. فانا خايف انه يطلع مقطع مو حلو. يا ويلك، عندي قصة غبية قبل شو اسمه هذا، قبل ما أبدأ المقطع. تمام، رحت اشتري قهوة مع شخص من الأشخاص. ممتاز يعني قهوة من كشك، يعني قهوة عادية. فطلبت قهوة تمام، بس هو يوم جاي يطلب قهوة هو كان راكب، فلازم أنا أعلم الشخص اللي يعني حق القهوة. فقال لي إنه أطلب لي القهوة الفلانية مع بس يعني 2 cubes of ice يعني قطعتين من مكعبات الثلج. انا يعني ايش قلت لهذاك؟ قلت له give me القهوه الفلانيه with 2 ices. تعرف ايش معنى ices؟ طرفه غبيه ليه فتحتها؟ لا يا حمار، اللي ما يعرف ايش يعني ices ينطم. لا اللي يعرف قصدي ينطم لا يتكلم، خلاص قفلها ارجع. ازيد خلينا نشوف اول مقطع معطيني هو. وش دقيقه الموضوع؟ مش على التمر، انت اسمك مش على التمر؟ تمر من ابوك تمر؟ اي نش الاغنيه هذا؟ بابا هنا، بابا قول له مين؟ عفوا عزيزي اهدى شو، وعارفة إيش بك إنك مشغل البيل، ما يوتر الموضوع بس حاول إنك ما تزل، زمان أنا كنت مل بس ده. الله 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 الله، حركات كاردي بي، نيكي مناج، دوجا كات، الدقات اللي هنا ذيك، أنا بنت مكة، أنا خدمية، نفس الهرجة. رسم طريقي مميز، تفكيري أسلوبي تكتيكي، كلامي حقيقي. رسم طريقي مميز. الله يصلحك يعني استغفر الله، والله بدي حاجه ما لها داعي. لا خلاص يا جماعه، خلي ابوي يسوي رده فعل لاغنيه اسمها عالم موازي. ابوي جاهز؟ ماني جاهز. انت شايفين ابوي متحمس يسمع الاغنيه؟ شايفني بعد جبت الحين وقته اكثر بس عشان المشاهدين. يلا اصوات في عقلي وفجاه يصير سكوت، بس هدفي بعزيمه وصراخ اشتغل اليوم بدون اي مبدئيا. ابوك قاعد يدق عود، يعني المفروض تشغل له طال مداح، تشغل عبات الجوهر، تشغل له رازم درهيكي وانا موت وهاتفتيكي وتفت. قال لك انه ان اف، ايش قاعد يصير؟ The most asked question I get is how are you so beautiful؟ مستحيل. دقيقة، انت رسلت المقطع هذا ما في اغنية برا هرجة الاغنية. The answer is ساحة المسكرة، الميك اب يوصلك موسيقيا يعني ما حتفقع زبل من الاخير. فوق تيك توك حتحصل توتوريال هذا شو اسمه ميك اب، حتسمع اغنيه فاهم من طرف فجاه. ساحه المسكره اح كلامها جميل وعيونها اجمل واحلى ما فيها اخلاقها، يا ريت تعرف كيف ادخل في قلبها واشكي لها اني ما اقدر انساها. بعيدا عن انه هرجتك بيض مره، ف الشخص اللي انا اعرفك ما بقول اسمك، انت المفروض ترسل لي اغاني، ايش قاعد ترسل لي بالضبط؟ عندها رسم سيري ما اعرف من فين ابدا، بس في العاده البدايه اول شيء تبدي منه، اول حاجه تبدي منها المجلاه حق المطبخ.
تغسل المواعين، هذا أول شيء. بعدين تفتي تلفي على هذا الفرن، تفتي تقطع البصل، جهزي الطماطم، تسوي الكشنة. الفرع فشل والندم من زمن بشوفكم تجلدوا في الزيت، مفيش حد فيكم متزن، شكلي محتاج اجيب لكم الزين. لا 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 الله يسعدك، مبدئيا مبدئيا كل اللي تحتاجيه هو مزيل عرق، تمام؟ لانه ال 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 يعني تشوفوا الكلام، المنظر المنظر اللي منظر 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 هذا يعني كذا حر مره، يعني المره الجايه المره الجايه تمام يفضل انه انتم تصوروا يعني في مكان يعني يكون فيه مكيف. جد؟ برايد فستيفال، كيف برايد فستيفال برايد يا بني شربك كذا. سام سميث، سام مشكلة سام، يعني اللي يقهر سام ذا. أنا كنت يعني كنت أسمع الأغاني صوته جدا فخم، يعني بيقهر صوته جدا رجولي، فجأة عارف اللي يطلع وصلت سلمت دخلنا بيتك، دقايق تفصل بيني وبينك، دخلتي وجات عيني في عينك أخذ. هذا لا هذا معلش، هذا 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 ملهم. اي ملهم ملهم ملهم، لا معلش انا اسف، انا اشوف ملهم شخص جدا شاطر صراحه في انه يغني بوب. تعرف البوب صح؟ اسمع بما انه قبل المقطع اوريكم هرجه مره جيده، بس اسمع انا بطفي صوت الاغنيه طيب، بس ابوريكم حاجه مره قديمه حاجه 2002 طيب، ولكن بقفل صوت الاغنيه عشان الحقوق. هذه اغنيه راشد الماجد اسمها مش كني حبك، شيكول على اشياء غريبه اللي كيف كان يجمع البنات ذولا كذا كثير. ومين هذا مين هذا؟ حسن البلام ده، ها حسن البلام وراشد الماجد في اغنيه غريب، يعني غريب مره. شو قاعد يسوون اشياء غريبه؟ ارسل لي اللي يعني ركس، شوف راشد كيف يغني. ها شا ايش ذا يا بني ذولا عندهم مشكلة في الحركة ذولا ولا ايش؟ لنا قبل ما نقفل ناخذ كم سؤال من انستغرام كذا بسرعة. احد يقول وش هو رقمك المفضل؟ رقم المفضل هو رقم 0. طلال عادي تتزوج واحدة محجبة وتلبس عباية ملونة؟ واحدة جوليا اسمها الشاشة اللي عندك الكبيرة، وش اسمها وكم سعرها وكم سعتها؟ كم سعتها؟ قديش حجمها؟ يعني كم سعتها؟ ايش هي؟ ماكينة لكزس؟ ايش واحد غريب ومجنون مبدئيا، فاهم؟ هذا اللي اعرفه. ليش اسمك طلال مو نواف؟ ليش اسمي مو طلال؟ طلال ما تتجي لوادي الدواسر. مبدئيا يعني ما في اي مناسبه تخليني اروح وادي الدواسر، فهمت؟ بس انه انا اتشرف انه يعني اجي. يعطيكم العافيه مشاهدينا، نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. كان معكم طلال المجنون ابو المجانين، نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. مع السلامه.